انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات الشوط الرابع. هذا الشوط خاص بالحقائق القعدان، وانطلقت أيها الأعزاء هذه الشعارات وهذه الأسماء وأخذت الأعداد في الازدياد. إذن هذا الشوط يقارب 30 مشارك. الانطلاقة تمت على بركة الله، ومقدمة الشوط مبلش، تعود ملكية مبلش لراشد بن علي الدعية المري، ولكن تنخطف مقدمة الشوط في هذه اللحظات من أحد المشاركين مختار حمد بن غانم الهديفي على مقدمة الشوط، ويختار المركز الأول مختار ممثلا لأهل المعيذر في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، مدلل عبد العزيز أو هنا ممدوح شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. الله، وصل ممدوح أحد المشاركين الأقوياء والحاصل على المركز الأول في أكثر من مناسبة في هذا الموسم. المركز الثالث، الوصول من قبل الفيل هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي، والتسلل عليه من السعدي لمحمد بن علي بن أحمد العلي المعاضيد، وأيضا التسلل أراه في هذه اللحظات. إذا شوط تسللات. أمستردام بطشان بصالح اليامي أحد العواصم الأوروبية الجميلة، أطلق هذا الاسم أمستردام على هذا المشارك اللي يتسلل ويخطف المركز الثاني وفي طريق إلى المركز الأول. أحد المشاركين من ميدان نجران، من هناك من جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة. إذا أمستردام على مقدمة الشوط، ولكن ممدوح يتسلل في هذه اللحظات ويعود إلى المركز الأول. شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي، يا سلام، الله يا ممدوح، الله يا ممدوح. المركز الثاني 1500 متر. المركز الثاني هنا التسلل من أمستردام بطشان بصالح اليامي، والتسلل أيضا من والدخول من الحصان محمد بن صباح الماجد النعيمي، وأيضا المركز الرابع هنا الفيل هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي، وأيضا الوصول من شباب لمحمد بن سالم النابت المري 1200 متر، وممدوح الباحث عن المدح على مقدمة الشوط. سلالة ممدوح يسيطر مشاهدينا الأعزاء تمام السيطرة على المركز الأول. والعصا قوس يا شبيب، شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي، الكيلو متر الأخير يا متابعين. أمستردام خطير 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 للغاية على المركز الثاني. شبيب بن محمد بن عمير أو هنا بطشان بصالح اليامي، بطشان بصالح اليامي على المركز الثاني. المركز الثالث، الوصول من هنا أحد المشاركين الحصان محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي 800 متر، وأيضا هنا ينضم مرعوش خليفة بن محمد بن هول المهيري على المركز الرابع. المركز الخامس، الفيل هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي. أعود إلى أمستردام بطشان بصالح اليامي يبطش بهذا الشوط، وأيضا أمستردام يبطش بالمشاركين القعدان في هذا الشوط، ولكن الله يا مرعوش 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 مرعوش. وأمستردام في تنافس مثير 400 متر، والعصي قوس حتى هذه اللحظات. الله يا هذا التكتيك من قبل المضمرين. أمستردام على المركز الأول، وبطشان بصالح اليامي أبناء نجران أبناء الجنوب هناك في المملكة أو هنا أبناء الإمارات. مرعوش خليفة بن محمد بن هول المهيري، المهيري شعاره يتسلل مشاهدينا الأعزاء مع المئتين متر الأخيرة. سلام المهيري، سلام سلام مرعوش. إذن يختطف مرعوش هذا الشوط والنقطة الثانية في هذا الصباح. النقطة الثانية بعد هملول يأتي مرعوش بعد اختطاف الشوط الأول الرئيسي. إذن الشوط الثاني على التوالي لهذا الشعار، تهانينا والناموس خليفة بن محمد بالهول المهيري على هذا الفوز. المركز الثاني أمستردام بطشان بصالح اليامي. المركز الثالث، عنيد صالح بن محمد بن نصرة العامري. المركز الثالث، الحصان لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. المركز الخامس، كان الوصول من مبلش لراشد بن علي الدعية. تهانينا والناموس جميع المشاركين، ومرعوش يختطف
ناموس الشوط الثاني للحقائق القعدان بعد فوز هملول بالشوط الأول الرئيسي للحقائق القعدان في صباح هذا اليوم. تهانينا لخليفة بن محمد بن هول المهيري على هذا الفوز وعلى هذا التميز. إذا توقيت مميز 4:35 40 جزء من الثانية. تهانينا الخليفة بن محمد بن هول المهيري. المركز الثاني كان الوصول من أمستردام 4:37 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبطشان بصالح اليامي. المركز الثالث كان الوصول من عنيد 4:39 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن نصرة العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.